أعزائي التلاميذ، سنتعرف اليوم على المقاومة الكهربائية La résistance électrique. إليكم تصميم الدرس. أول مرحلة سوف نعرف المقاومة، ثم بعد ذلك أنواعها، ثم أخيرا طرق قياسها. تعريف المقاومة. لذلك سنقوم بتجربتين بسيطتين كالآتي: التجربة الأولى، دارة كهربائية بسيطة تحتوي على مصباح، جهاز أمبرمتر ومولد وأسلاك موصلة. نفس الدارة الأولى أضفنا إليها موصلا أوميا على التوالي مع المصباح، فقمنا بقياس شدة التيار في كل من الدارتين الأولى والثانية. في الدارة الأولى كانت شدة التيار 90 ملي أمبير، وفي الدارة الثانية أصبحت 40 ميلي أمبير. ونلاحظ كذلك على إضاءة المصباح أن في الدارة الأولى كانت إضاءة قوية، وفي الدارة الثانية أصبحت إضاءة ضعيفة. إذن ما السبب في نقصان شدة التيار في الدارة؟ السبب هو المقاومة، لأنها عبارة عن مركب كهربائي يتميز بالحد من شدة التيار المار بالدارة من أجل ضبط شدة التوتر الكهربائي بين مربطي الجهاز المستقبل، وذلك لحمايته من التلف. ونرمز لها بحرف F وتقاس شدتها بالأوم أوميغا. وإليكم فيديو توضيحي لهذه التجربة. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم، ما هي المقاومة الكهربائية؟ أي دائرة كهربائية لابد أن تحتوي على مصدر للجهد الكهربائي الطارية، ونرمز لها بالرمز V، أي قوة دافعة كهربائية تعطي فرق جهد. طبعا هذا يعطي حركة للإلكترونات داخل الدائرة الكهربائية، ومرورا بجزء يقاوم أو يستهلك الطاقة الكهربائية. هنا في موضوع نبغى ندرس المقاومة الكهربائية، فنأتي بموصل. الموصل هذا سوف نضعه في طريق الدائرة الكهربائية، نغلق به الدائرة بالشكل هذا. نلاحظ أن التيار الكهربائي عبر هذا الموصل وتوهج المصباح. طيب، لو استبدلنا الموصل بقطعة أخرى، قلم الرصاص، وضعنا أطراف قلم الرصاص في داخل هذه الدائرة الكهربائية، طبعا تلاحظ أن المصباح يعمل، ولكن في هذه الحالة إضاءته أضعف. إذا نقول أن المادة الموجودة داخل هذا القلم الرصاص مر من خلالها التيار الكهربائي، ولكن بصورة أضعف. إذا في هذه الحالة نطلق على هذا الجزء الذي يمر فيه التيار بصورة أقل بالمقاومة الكهربائية، وهي خاصية تحدد مرور التيار الكهربائي. طبعا كلما كان مرور التيار أقل في هذه الحالة يكون قيمة المقاومة أكبر. طبعا الموصلات جميعا ممكن أن تقاوم التيار، حتى الأسلاك العادية يمكنها أن تقاوم التيار، ولكن طبعا لها خصائص تجعل المقاومة فيها أقل ما يمكن. وأحيانا نحتاج إلى جزء من الدائرة نتحكم في مرور التيار بحيث يكون المقاومة أكبر، نستطيع من هذا الجزء تقليل قيمة التيار الكلي المار في الدائرة على حسب قيمة المقاومة. طبعا هنا مادة الجرافيت مادة موصلة التيار الكهربائي، ولكنها توصل بقيمة أقل من الأسلاك العادية، فبذلك هي تعتبر في هذه الحالة مقاومة كهربائية في هذه الدائرة. ثانيا، أنواع المقاومات. هناك نوعان أساسيان من المقاومات: المقاومات الثابتة والمقاومات المتغيرة. وفي كل نوع سنجد أنواع أخرى. في المقاومة الثابتة هناك نوعان: المقاومة الكربونية، وهي مصنوعة من مادة الكربون وتكون شدتها صغيرة أو متوسطة، وهي الأكثر شيوعا وشكلها التجاري كالآتي، ونرمز لها في الدارات بالرمز الموالي حرف F نسبة إلى اسمها اللاتيني ريزيستانس. النوع الثاني المقاومة السلكية، وهي أيضا مقاومة مصنوعة من سلك حراري دقيق ملفوف بشكل حلزوني
على مادة هازلة شدتها تكون كبيرة، وتستخدم لاستحمام التيارات العالية ودرجة الحرارة المرتفعة. شكلها التجاري يكون كالآتي، ونرمز لها في الدارات بالرمز الموالي. في النوع الثاني من المقاومات المتغيرة، هناك ثلاثة أنواع سنتعرف عليها في هذا الدرس. النوع الأول المقاومة الضوئية، وهي مقاومة تتغير شدتها حسب كمية الضوء الساقط عليها، حيث تزداد شدتها كلما زادت كمية الضوء، والعكس صحيح. ويكون شكلها التجاري كالآتي، ونرمز لها في الدارات بالرمز الموالي LDR. النوع الثاني المقاومة الكربونية المتغيرة، هي مقاومة مصنوعة من مادة الكربون، ولكن تتغير شدتها في حال التغيير في محورها، ويكون شكلها تجاري كالآتي، ونرمز لها في الدارات بالرمز الموالي. النوع الثالث من المقاومات المتغيرة هو المقاومة الحرارية، هي مقاومة تتغير قيمتها بتغير درجة الحرارة المحيطة بها، ومنها نوعان PTC تزداد قيمتها بزيادة درجة الحرارة المحيطة بها، و NTC تقل قيمتها بزيادة درجة الحرارة المحيطة بها. شكلهما التجاري كالآتي، ونرمز لهما في الدارات بالرمز الموالي. الآن سوف نتطرق إلى طرق قياس شدة المقاومة الثابتة. سنتعرف في هذا الدرس على ثلاثة طرق لذلك. أول طريقة استعمال قانون أوم، فكل مقاومة R يمر منها تيار E يظهر بين مربطيها توتر U، حيث U يساوي R في E. R شدة المقاومة بالأوم، E شدة التيار الكهربائي بالأمبير، و U شدة التوتر الكهربائي بالفولت. الطريقة الثانية استعمال أوميتر، حيث نوصل مربطي المقاومة بمربطي الأوميتر بهذا الشكل، وطبعا تكون المقاومة معزولة عن الدارة، ويجب اختيار العيار المناسب. فإذا كان قيمة المقاومة الكهربائية أكبر من العيار، فإن الأوميتر لا يمكن أن يحدد قيمة هذه المقاومة، لذلك نجد على شاشته الإشارة الآتية. إذن لإيجاد قيمة المقاومة نختار أولا العيار الأكبر، ثم تدريجيا نحدد العيار المناسب، وهو الذي يكون أكبر بقليل من قيمة المقاومة الكهربائية. الطريقة الثالثة باستعمال قناع الألوان كود دي كولور، حيث يرسم الصانع على كل مقاومة سلسلة من الحلقات الملونة، ثلاث حلقات تكون متقاربة، والحلقة الرابعة معزولة أو متباعدة عن هذه الثلاثة، فيوافق لون كل حلقة رقما معين في الترقيم العالمي للمقاومة. ونأخذ مثال لذلك، الجدول يكون بهذا الشكل. نختار مثالا لمقاومة ذات أربعة ألوان على هذا الشكل، اللون الأول أخضر. إذا عدنا إلى الجدول نجد بأن الأخضر يوافقه رقم 5 فنضع 5، اللون الثاني أزرق يوافقه 6، اللون الثالث برتقالي وهو الذي يحدد عدد الأصفار يوافقه رقم 3 أي 3 أصفار، والرقم الرابع أو اللون الرابع يوافقه نسبة الخطأ. هنا لدينا ذهبي، إذا عدنا إلى نسبة الخطأ ذهبي نجدها تساوي زائد أو ناقص 5%، فنحصل على القيمة 56,000 أوم. نحولها إلى الكيلو أوم فتصبح 56 كيلو أوم زائد أو ناقص 5%. نفس الشيء نطبقه على المقاومات ذات 5 ألوان. مثال ذلك، مقاومة لونها الأول أصفر، في الجدول الأصفر يوافقه 4 فنكتب 4، البنفسجي 7، الأسود 0، والأحمر يوافقه رقمين من الأصفار فنضع 0،
والذهبي دائما خطأ بنسبة 5% بزيادة أو بنقصان، فنحصل على القيمة 47,000 أوم، نحولها إلى الكيلو أوم فتصبح 47 كيلو أوم زائد أو ناقص 5%. وإليكم أعزائي فيديو توضيحي لجميع طرق قياس شدة المقاومة التي تطرقنا إليها في هذا الدرس. طرق قياس المقاومة. الطريقة الأولى باستخدام قانون أوم. قانون أوم يساوي الفولتية على التيار. نقسم الفولتية على التيار فرح نستخرج قيمة المقاومة. الطريقة الثانية باستخدام الأوميتر. طبعا من أريد أقيس المقاومة لازم تكون المقاومة ما مربوطة بأي جزء ثاني بالدائرة. إذن هذه قيمة المقاومة مثل ما موجود أمامنا. الطريقة الثالثة لقياس المقاومة باستخدام الألوان. طبعا نلاحظ المقاومة أما تكون من 4 أشرطة أو 5، فهذه المقاومة حاليا متكونة عندنا من 4 أشرطة، بني، أسود، أسود، ذهبي. لاحظ جدول الألوان عندي هذا A B C D. بالنسبة للشريط الأول براون قيمته 1، الشريط الثاني بلاك قيمته 0، فهذا يعني الشريط الأول والشريط الثاني مجرد أنه أنزل الأرقام بدون أي عملية ضرب أو جمع. الشريط الثالث هو قيمة الضرب، فالشريط الثالث مثل ما موجود أمامنا هو بلاك وقيمته في 1 راح يصير يعني 1، فهذا أطلع ناتج هذا راح يصير هنا عندي زين. عندي الشريط الأخير الذهبي اللي هو نسبة الخطأ، مثل ما نعرف أنه الذهبي 5%، فراح يصير زائد أو ناقص 5%. عندي هاي 10 زائد 5%، إذا زائد 5% راح يصير 5%، ناقص 5% فراح تصير 9.5 أوم. هذه بحالة ناقص 5% وهذه بحالة زائد 5%. فمثل ما تلاحظون انه قدرنا ان نستخرج قيمة المقاومة من خلال الالوان. فنلاحظ اولا نلاحظ المقاومة اذا كانت متكونة من 4 اشرطة او 5، اذا كانت متكونة من 4 اشرطة فالشريطين الاوائل يعني الاي والبي مجرد انه انزل ارقامهن، الشريط الثالث الرقم اضربهن بقيمة الشريط الثالث، الشريط الأخير اللي هو نسبة الخطأ راح نسبة الخطأ. إذا كانت المقاومة متكونة من 5 أشرطة فراح تكون بهالشكل.
فهذا راح يصير عندنا A B C D و E. أول ثلاث أشرطة راح أنزل قيمهن، مثلا عندي هذا أنزل قيمته، يعني أفرض هذا واحد، أفرض هذا صفر صفر، وأضربهن بقيمة الشريط الثالث. الشريط الأخير اللي يكون نسبة الخطأ الذهبي 5%، زائد ناقص 5% الفضي، زائد ناقص الفضي زائد ناقص 10%، وعديم اللون زائد ناقص 20%. هذا بالنسبة للشريط الأخير. إعادة بسيطة، إذا أريد أقيس المقاومة عن طريق الألوان، ألاحظ المقاومة أما تكون من 4 أشرطة أو 5. فإذا كانت من 4 أشرطة، الشريط الأول والشريط الثاني أنزل قيمهن وأضربهن بقيمة الشريط الثالث، بعدين أجمع وأطرح نسبة الخطأ أما تكون ذهبي أو فضي أو عديم اللون. أما إذا كانت المقاومة متكونة من 5 أشرطة، فأنزل قيمة الشريط الأول والشريط الثاني والشريط الثالث وأضرب هذه الأرقام بالشريط الرابع، بعدين أجمع وأطرح بنسبة